سيف جلال. جايين النهارده هنتكلم عن كلاود سبيس. هنتكلم ايه النهارده؟ هنتكلم عن ايه النهارده؟ ايه هو كلاود سبيس؟ ايه هو هنتكلم عن ايه هو كلاود سبيس؟ ازاي كلاود سبيس ده السيستم ده بيشتغل ازاي او ايه النظام بتاعه؟ ازاي تقدر انك تعمل كلاود سبيس في البيت؟ ايه المميزات وايه العيوب للكلاود سبيس؟ وايه هي افضل الابس اللي بتقدم الخدمه دي؟ فكده حد هنا عنده فكره ايه هو الكلاود سبيس؟ تخزين سحابي زي التخزين العادي خالص عندك على الموبايل، بس ده بيبقى على سيرفرات تبع لشركات تانية. تخزين سحابي يعني. انا عارف ان الدرايف بيعمل حاجه زي مساحه كده 15 جيجا فري عشان اخزن عليها. تمام مظبوط. كلنا بنعاني من مشكله ان الموبايل بتاعنا المساحه بتاعته ما بتكفيش، الداتا بتاعتنا الصور الفيديوهات الالعاب الابس اي حاجه. فدي خدمه بتقدمها الشركات عشان توفر مساحات تخزينيه كبيره على سيرفرات تقدر انك توصل المعلومات دي من اي مكان في العالم عن طريق الاب بتاعها او حاجه زي او ويب سايت او اب على الموبايل عادي. بعد كده هي عباره عن ايه الكلاود سبيس؟ بيبقى الشركات عندها سيرفر داتا سيرفرات باحجام كبيره فيها مساحات تخزين كبيره جدا و نتورك انفراستراكشر و ابس او ويب سايت اللي هو انترفيس يوزرز عشان اقدر استخدمه ان انا اوصل للداتا بتاعتي من على السيرفر. زي كده ده السيرفر تبقى في احجام كبيره جدا، بيبقى فيه عباره عن الهارد ديسك او الريجستر اللي بيتخزن عليه البيانات. النتورك انفراستراكشر اللي هو النت، لازم يكون عندي نت عشان اقدر اوصل للداتا بتاعتي، من غير النت مش هقدر اوصل للداتا. اليوزر انفيت اللي هو الويب سايت او الاب اللي انا يبقى ليه اكسس على السيرفر عشان اقدر اوصل المعلومات بتاعتي تاني. دلوقتي السيرفر عشان اقدر انا ابقى كونكتد بيه لازم يبقى انا عندي في البيت واي فاي او نت او داتا ايا كان، لازم يكون فيه لانه ده وسيله الاتصال ما بيني وما بين السيرفر او الخدمه دي. عشان اقدر ان انا استرجع المعلومات، ممكن استرجع المعلومات دي من اي مكان في العالم، ممكن اعملها شيرنج مع حد من زمايلي او نعمل جروب نعمل فيه نرفع عليه مثلا باور بوينت نقدر نعدي عليه كلنا ونرجع نرفعه تاني فكله يشوف التعديل في نفس الوقت. وده بيسهل علينا موضوع لما نيجي نشتغل يعني في جروبس عشان يسهل، بدل ما كل واحد يبقى ايه ممكن كل واحد قاعد في مكان مختلف وشغالين مع بعض في نفس الوقت. ازاي نعمل كلاود سبيس في البيت؟ ال ان اس الجهاز دوت، الجهاز دوت ممكن تشتريه في البيت اللي هو نتورك اتاتشد سيرفر، هو زي سيرفر صغير ممكن تشتريه في البيت تبدا تضيف عليه هارد ديسك بالمساحات اللي انت عاوزها سواء 1 تيرا 2 تيرا براحتك على حسب ما انت عاوز، بس لازم يكون ده بيتصل بالراوتر، لازم يكون عندك انترنت في البيت عشان تقدر تعمل الموضوع ده. ده بيساعدنا بيستخدمه اكتر الكونتنت كريتور عشان بيحتاجوا مساحات كبيره وساعات ما بيبقوش عايزين ان الداتا بتاعتهم تبقى تحت سيطره شركه معينه او حاجه معينه. اتفضل. الانستول اوبريتنج سيستم لازم يكون فيه انترفيس. اتفضل. تمام ماشي. انترفيس اقدر ان انا ده اللي اكسس ما بيني وما بين الجهاز ده من اي حته في العالم، مش لازم في البيت بس، ممكن انا ابقى بره في اي مكان في دوله ثانيه والجهاز عندي في البيت اقدر استرجع المعلومات بتاعتي. ومعانا سيف هيكمل. السلام عليكم، انا محمد ثروت بتكلم. How to build your cloud space بشكل مفصل اكتر. يعني اول حاجه هنختار جهاز التخزين، وال NAS دوت نوع من جهاز التخزين وهو اختصار لنتورك اتاتشد ستورج.
في شركات طبعا بتعمل زي ايه هارد ديسك. الهارد ديسك ده بيتوصل بالراوتر بواسطه اللان عاديه، بحيث ان انت مش تكون ايه مرتبط بسيرفر بتاع شبكه بتاع شركه، وبيكون تحت اشرافك انت، انت اللي بتحكم فيه. ممكن تعمل عليه حساب ليك او حساب لاخوك او حساب لصاحبك، فدي تحت اشرافك انت، وانت طبعا بتحدد عدد الجيجات لكل شخص. تمام. هنتكلم بقى عن وات ار بروس اوف كلاود سبيس. مميزات الكلاود سبيس: الاكسسبيليتي. الاكسسبيليتي يعني ايه؟ ان انت تقدر توصل للداتا او البيانات او اي حاجه انت عاملها ابلود على الكلاود سبيس، تقدر توصلها من اي مكان في العالم، مجرد بس انك تكون كونكتد بالانترنت. الكولابوريشن، تقدر تشارك اي ملفات انت عاملها ابلود على الكلاود سبيس، او يعني مثلا وليكن انا مسجل على الكلاود سبيس بالايميل الاكاديمي بتاعي، فاقدر اعمل شيرنج لملف بي دي اف انا عامله ابلود على الكلاود سبيس، فاقدر اشاركه مع اي حد، واحدد امكانيه الوصول والمدى بتاع الوصول، ويقدر يعدل فيه. بس السكيلابيليتي، تقدر تزود المساحه او تقلل المساحه بتاعت الكلاود سبيس حسب احتياجاتك. فبس طبعا لو عايز تزود المساحه بمقابل مادي يعني. الاوتوماتيك باك اب، بيعمل اوتوماتيك باك اب بحيث لو انت مثلا فقدت الموبايل او الموبايل ضاع وكده يعني، بيكون في نسخه احتياطيه من البيانات متخزنه على الكلاود سبيس. الديزاستر ريكفري، يكون كل شركه مامنه نفسها بحيث لو حصل تعطل في الخادم بتاع الشركه او اي مشاكل في السيرفر، فالشركه بتكون عامله زي ايه النسخه الاحتياطيه في كذا مكان، بحيث لو تعطل الخادم او كده ما تخسرش الملفات او الداتا اللي على الكلاود سبيس. السرعه
بين الحاجات اللي انت مخزنها عليه على الوان درايف بس.
اكسل وباور بوينت وان نوت اي حاجه ممكن اجيب فايل مثلا زي انا ضايف الكلاود سبيس كده للبرزنتيشن ممكن اعمل لها شيرنج احددها كده واختار شيرنج واحدد كمان الموديل اقدر اشيرها مع مين